ايش المشاكل؟ عندي انا الفني والنفسي كملوا من هالمنطقه 13 فوز هو السبب مش نقص في الكادر الفني تعمليل قوي بدايه انا ما اقول مقبول ان شاء الله فريق جاء من تحت وطلع فوق في 9 شهور هذا مكانه؟ رحلتكم في المشوار اللي مضى اصعب من رحلتكم هذه. هناك قاعد تحفر في الصخر عشان تطلع لدور المحترفين. يبغى تنام كويس؟ تاكل كويس؟ تتدرب كويس؟ وفوكس مثل اللي يمسك البندق وعلى الطلقه على طول فوكس. وقتال هنا. ايش حتسووا انتم لما تفوزون؟ ايش المعنويات اللي حتسوونها لاهل الجنوب؟ انا شخصيا لا ارى انه بقائهم هذا طبيعي في هذا المكان.